ولتعليقي على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بك دكتور يحيى. حياكم الله كريمة. أهلا وسهلا بك. إذا دكتور، البنتاغون يعتزم نشر صور لإدانة تنظيم الدولة بعد اعتراف التحالف الدولي بالخطأ في الموصل، يعني هل هي خطوة أولى للتنصل من مقتل عشرات المدنيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا هم بالبداية قالوا بأنه هم الذين قصفوا هذه المدينة بناء على طلب من الحكومة العراقية، هذه أولا. ثانيا أنه أسلوب حرب المدن وتحرير حرب وتحرير المدن معروف ومكشوف. هذا الأسلوب الذي الآن يمارس في الحرب على الموصل هو أسلوب تدمير للمدينة وليس أسلوب تحرير للمدينة، وهناك شواهد كثيرة في الحروب العسكرية على تحرير المدن وكيفية التعامل معها من أجل إنقاذ المدنيين، عكس من أن تجعل من المدنيين هم يعني جزء من هذه المعركة. المسألة الثالثة، هناك شهادات للأشخاص الذين نجوا من هذا القصف المدمر، هناك أشخاص لا زالوا الآن في بعض المستشفيات يعالجون. كل الشهادات تشير إلى أن هناك طائرات قامت بإلقاء تلك الحمم الكبيرة على هذه المدن، على أهل المدينة، وبالتالي تدميرها بالكامل. ثم هناك أيضا شواهد أخرى على هذه المسألة، يعني الكل رأى كثير من التقارير حول الصواريخ البدائية التي تقوم الميليشيات الشيعية بتصنيعها محليا، وهذه كما هو معلوم هي في العرف العسكري تسمى أسلحة غير نقطوية، بمعنى أن نسبة الخطأ فيها كبيرة جدا جدا، يعني بمعنى الهدف منها تدميري وليس تحريري. فبالتالي مسألة حقوق الإنسان ومسألة أرواح الأبرياء لا تشكل أي هاجس لدى قوات التحالف أو قوات الحكومة. ثم هناك دعوات الحكومة التي دعت أهل الموصل إلى البقاء في مدينتهم وعدم تركها، طيب، ولم توفر لهم لا ملاذات آمنة ولا ممرات آمنة وعدم وجود حتى مخيمات لإيواء. فبالتالي إجمالا نجد أن هناك عملية تدميرية للموصل ولأهل الموصل ولكل شركاء في هذه الجريمة التي حصلت، سواء كل الأطراف المتنازعة. من يتحمل مسؤولية تدمير الموصل اليوم دكتور يحيى؟ طبعا التحالف الدولي صاحب القوة الكبرى هو المسؤول الأول، المفروض يعرف كيف أن سياقات المعركة وقواعد الاشتباك، دائما القوات العسكرية المنظمة هي التي تستطيع أن تدير المعركة بحرفية وبمهنية عالية وتجنب الأبرياء من أن يكونوا وقودا لهذه المعركة. الدكتور يحيى طائي الناطق باسم هيئة علماء المسلمين العراقيين، شكرا جزيلا لك.